سلام لي زامي جيسبر كو فوز علي بيان نتمنى تكونوا بخير وعلى خير صحتكم مزيانه اموركم مزيانه مرحبا بكم معايا في فيديو جديد هذا الفيديو غنديروا فيه الريزومي ديال انتيكون ريزومي سامبل سهل شامل غتعرفوا فيه كاع الاحداث والا ضبطتوه راكم ضبطتوا القصه كامله الوغ بلا ما نطول عليكم نعطيكم الريزومي الوغ اول في لو ديبي ديال لا بيس في البدايه ديال القصه غيكون عندنا لو برولوغ هاد لو برولوغ الدور ديالو في القصه لو برولوغ بريزونت لي بيرسوناج il informe les spectateurs des événements antérieurs il dévoile le destin des personnages le prologue présente le personnage هاد لو برولوغ كي بريزونت لنا الشخصيات تعرفنا عليهم وغنعطيكم واحد الملحوظه هنايا كي بريزونت لنا لي بيرسوناج كي قدم لنا شخصيات من بلو امبورطون لموا امبورطون اكثر اهميه الاقل اهميه من الاكثر اهميه الاقل اهميه الى انفورم سبيكتاكتور دي زيفينمون اونتيريور كي بلغ ولا كيعاود للمتفرجين ولا لو ليكتور اللي هو حنايا القراء على احداث قديمه ما تبانش في لاسين il dévoile le destin des personnages وكي كشف لينا على القدر او كنقولوا المصير ديال الشخصيات عندنا في القصه على الشخصيات في القصه الوغ في لاسين 1 عندنا انتيغون ولا نوريس انتيغون المربي ديالها انتيغون سوغالوب انتيغون خرجت مع الفجر ا 4 دو ماتان مع 4 الصباح كون ايل رونتر ملي رجعات الي انتيغوجي باغ سانوريس لقات المربي ديالها تصادفت معها اي كي دوفري سافوار سي الا ان اموغ واللي باغا تعرف واش ان انتيغون خرجت تلاقات مع شي حبيب ديالها هنا غيوقع لنا واحد لو كيب خوكو هادشي هادو دي زانفورماسيون تكنيك غادي في فيديو غنشرح لكم لي زانكرونيزم لو كيب خوكو فوالا لي دي داسكالي فوالا هنايا عندنا لو كيب خوكو سوء الفهم ان انتيغون قالت لها انا خرجت نتلاقى مع حبيب ولكن انتيغون هاد الحبيب كتعني به خوها سون فرير بولينيس ولكن لا نوريس هاد لاموغ كتعني به اترانجير واحد لاموغ حبيب ما عارفينوش غريب الوغ فلاسين اللي من وراها عندنا انتيغون وايسمان اختها ايسمان ايسمان سو ريفيي ا سون تور طو ايسمان فاقت بكري اي روجوا انتيغون مشات عند انتيغون ايسمان طونت ولا ممكن نقولوا اسايي كتحاول تقنع ايسمان اسايي دو كونفانكر انتيغون دو رونونسي ا سون بروجي دونتيرمون مي الا ايشوي إسمان حاولت تقنع اختها باش تراجع على البروجي ديالها اللي هو باش تدفن خوها لونتيرمون سون فرير ولكن ما فشلات الوغ لا سين اللي من بعد عندنا انتيغون لا نوريس ديالها المربي ديالها لا نوريس رابور دو كافي جابت القهوه اي انتيغون اباري انستابل انتيغون ماشي هي هذيك كتبان ماشي في الوعي ديالها كتبان علاش car elle fait des recommandations paradoxales à sa nourrice. طلبات واحد الطلبات غراب ماشي يتلهيه المربي ديالها هاد الطلبات اللي طلبات من المربي ديالها انها il demande سمحوا لي هنا نزيد واحد الام elle demande de prendre soin à sa chienne طلبات منها باش تعتني بلا شين ديالها حيت انتيغون كانت عندها واحد لا شين سميتها دوس دو بارل افيك ال وباش تبقى تهضر معاها وقالت لها اي سي سا شيان اي سي زعما ما شيان ترو تريس حنا نقولوا سا حيت مشيتها اي سي سا شيان ترو تريس الا كانت الكلبه ديالها مقلقه بزاف il voudrait mieux de faire tuer من احسن تقتلها وهنا يبانت بلي انها ماشي اباري انستابل فوالا ندوزو لاسين اللي من بعد لا 54 انتيغون مع ايمون الخطيب ديالها الوغ انتيغون سو في با
باردوني ايمون طلبت منه السماحه علاش لا ديسبوت لافي من ضربه ديال ليت البارح حيت ضربت حيت كانت جات شفره شفره الخشها الكسوه ديالها والبارفان وداكشي باش تبان زوينه وايمون تقلق عليها وضربو فوالا نكملو لوي انونس لا ريبتور دو لور مارياج وخبراتو زعما انها ما غيكملش الزواج ديالهم. Alors la scène 5 Antigone ou Ismène. Alors Ismène essaye une deuxième fois de dissuader Antigone à renoncer à son projet d'enterrement. Mais en vain. Ismène حاولت مرة ثانية انها تقنع Antigone باش تراجع le projet ديالها اللي هو d'enterrement ديال Polynice son frère Polynice الاخ ديالها. Le projet d'enterrement, mais on va, ولكن دون جدوى. Alors la scène 6, عندنا فيها le garde Jonas au crayon. Le garde Jonas informe crayon qu'on a recouvert le cadavre de Polynice. هنا عندنا le garde Jonas خبر crayon le roi بأنهم لقوا le cadavre de Polynice مغطيا. Alors من وراها عندنا le cœur. Le cœur a fait une monologue. Une monologue où Anahu parle de lui-même. Alors, je nous ai dit la scène. Le cœur explique la différence entre la tragédie et le drame. Alors, le drame a fait Anahu, mais il faut que je vous dise la fin. Mais vous cherchez une autre chose. Il faut que je vous dise le drame ou la tragédie. Quand vous dites le drame, il y a l'amel. عندنا فيها الامل ولكن التراجيدي ما عندناش فيها الامل لو بيرم با في الاخر ديالها غيموت غتكون ايكون الموت هو لو دينومون. ندوزو لا سين اللي من بعد. فهاد لا سين من ورا لو كور من ورا لو كور عندنا لا سين ويت لي غارد و انتيغون او كرايو. عندنا فيها انتيغون اغاتي بار لي غارد la garde hasloha rahasloha la deuxième fois alhamdoulillah سمح ليا rahasloha la deuxième fois ملي حاولت تدفن خوها مع اميدي حاولت تدفنو مع 12 ديال النهار. Elle affirme être la coupable devant son oncle وعاد عرفت بلي هي المجرمه قدام الخال ديالها كريون. Alors la scène 8 عندنا فيها انتيغون وكريون كتسمى لو فاس ا فاس. هاد الفاس هاد لا سين كتسمى لو نو لو نو اللي هي العقده. عندنا في عندنا عموما غنشرح لكم هاد هاد الملاحظه. القصه كامله البديه كتسمى لي سين ديكسبوزيسيون والعقده اللي هي لو نو هي ملي كيكون الفاس ا فاس انت انتيغون والخال ديالها لو روا كرايون و في الاخير غيكون عندنا لو دينومون فين غيموتوا لينا انتيغون وايمون والام ديال ايمون اوغيديس. الوغ نكملوا كرايون اسيي دو سوفي سانيس. كرايون كيحاول يعتق مرت الابن ديالو الى تو في بار تو لي مويان دو كونفانك انتيغون. دار كاع الطرق باش يقنعها باش تراجع على البروجي ديالها دونتيرمون مي الى اشوي كين ما لا جدوى ما زعما ما قدرش يقنعها. الوغ لا سين اللي من وراها تسعود انتيغون وكريون واسمان غيكون عندنا فيه غيكون عندنا فيه حتى اسمان. هاد لا سين اسمان شونج دافي اسمان بدلت الراي ديالها اي ديسيدي دالي انتيغي سون فرير و هذا و ديسيدي ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه و هذا ما علينا ديسيدي دالي دونتيغي سون فرير. Antigone refuse, Antigone joue, ولكن ما لا جدوى ما قدرش يقنعها. Alors la scène اللي من وراها تسعود Antigone ou crayon ou Ismène غيكون عندنا فيه حتى Ismène. هاد لا سين Ismène change d'avis Ismène بدلت الراي ديالها
et décidé d'aller enterrer son frère. Ou hada. Ou décidé, marche qui fait singulier l'arabie. Ou hada. Malina décidé d'aller enterrer son frère. Antigone refuse. Antigone. رفضت décidé هي قرات مالينا Antigone refuse crayon fléchi les gardes amènent Antigone ou les gardes d'où Antigone حراس scène 10 crayon ou le cœur alors عندنا فيها le cœur essayait de plaider la cause d'Antigone et de lui épargner la mort هنايا عندنا الكوك يحاول يجي من أنتيغون ويحاول يدباسي داك مي لا مورز ما يتحكم عليها بالموت ولكن كريون اسيغ كريون عارف كو سي ال سويت شيرشي لا مور هي كتقلب على الموت ندوزو لا سين اللي من بعد فهاد لا سين 11 عندنا كريون ou Aemon, Ibn Diallo. Aemon suppliait son père de sauver Antigone, mais en vain. Aemon qui tlab l'Ibn Diallo qui wassli bach i'taq Antigone walakin doun jadwa. Alors la salle mnouraha 12 adna Antigone ou le garde. Antigone parle avec le garde, Antigone qui t'kallem ma l'haris, le garde, elle le fait parler sur son métier. Ou khallatou idoui ala l'khidme diyalo. Gan goul likoum wahed moulahada hna, mni khallatou idoui ala l'khidme diyalo. Hiya علاش عطاتو الوقت زعما ودوات معاه واخا هي كتسمى هي اميره وهو لو غارد فوالا ماشي من نفس المقام ولكن هي شي كامل لو في بارل سور سون ميتي باش ما تبقاش تفكر في الفكره ديال الموت انها غتموت انهم غيقتلوها انتيغون فو انفوايي اون ليتر ايمون انتيغون بغات صيفطات الرساله لايمون غيديها ليه لو غارد وغتعطيه واحد ان نانو واحد الخاتم دور ديال الذهب باش يديها ليه pour demander le pardon et l'assure de son amour vers lui باش تطلب منه السماحه وتعترف بالحب ديالها تجاهه لا سين اللي من وراها عندنا لو ميساجي لو ميساجي شيرش لا رين شيرش لا رين كيقلب على اوغيديس لا فام دو كريون il rapporte la mort d'Aemon qui خبرنا بالموت ان ايمون مات سو dernier que s'est tué avec Antigone اللي اختلاصو مع Antigone تحت النظر ديال كريون قدام كريون سو لو regard de كريون alors ندوزو لا سين اللي من بعدها سين اللي من وراها 14 كريون ou le cœur le cœur من ورا ما le messager قال لنا خبرنا باللي ايمون مات مع Antigone le cœur rapporte à كريون la mort de sa femme Eurydice خبرنا le cœur بالموت ديال la femme de كريون Eurydice وبين لنا بانه بقى وحداني il souligne la solitude de كريون alors من وراها عندنا لا سين 15 كريون ou le page le page ولي ديما كيرافق كريون كريون affirme son statut de roi un roi qui assume ses responsabilités et qui continue معرفش علاش كتبتها هكا سمح لي نقادة et qui continue à gouverner malgré tous ses malheurs هنايا عندنا كريون كمل في القصه ديال الحكم ديال انه مالي كمل في الخدمه ديالو ان روا كي اسيوم سي ريسبونسابيلتي مالك اللي كيتحمل المسؤوليات ديالو وكيكمل الحكم ديالو كي كونتينيو ا غوفيرني مالغري تو سي مالور رغم كاع الازمات اللي مر منهم الوغ لا سين اللي من وراها والاخيره اللي عندنا هي ديال لو كور لو كور مونتر كو لا مور رون تو لي بيرسوناج اي هنا لو كور بيلينا بلي ان الموت كيرجع كل شيء فحال فحال ما كانش الفرق ما بين هذا وهذا اي فوالا هكا كنكون سالينا الفيديو ديالنا لا فيديو ديالنا ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تخليو لي لايك وتشاركوا في القناه تفعلوا الجرس باش توصلوا باي بكل جديد اي فيديو لحتو بوستيتو يطلع لكم
وما تنساوش تخلوا لي التعليقات ديالكم. فوالا، سلام عليكم، تلقاو في فيديو جديد.